مشاهدينا اهلا بحضراتكم. حقيقة منذ قليل شفنا منظر يفرح، منظر جميل الحقيقة، بيثبت ان المصريين دايما سند وظهر للاشقاء الفلسطينيين. انطلقت صباح اليوم قوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وحياة كريمة، تضم تقريبا 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي، مساعدات إنسانية فيها آلاف الأطنان من المواد الغذائية، اللحوم، 40,000 بطانية، ده بجانب ما يزيد عن 50,000 قطعة ملابس وأكثر من 300,000 علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية. وده طبعا دعم لأشقائنا في فلسطين جراء العنف والاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال على قطاع غزة. الحقيقة عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه القافلة وعن هذه القوافل اللي بالشكل الجميل اللي قدام حضراتكم ده. يشرفنا إن احنا يكون معانا الأستاذ زكي القاضي، مدير تحرير اليوم السابع. ازيك يا أستاذ زكي؟ أستاذنا ازي حضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المتابعين. أستاذ زكي، خلينا نبدأ بالبداية بالشكل اللي احنا كنا شايفينه دلوقتي بنتفرج عليه، القوافل اللي اتحركت بمنتهى السرعة. يعني لما بس بمجرد ما عرفنا إن في أزمة، مصر كانت من أوائل الدول اللي اتحركت علشان تساند، علشان تدعم، علشان تقول احنا موجودين، اشقائنا مستحيل نتخلى عنه. دعم بشكل كبير جدا زي ما احنا شايفين على الشاشه. ايه رايك في المنظر ده؟ يعني خلينا نؤكد في البدايه ان الشعب المصري كعادته دائما صبور بفعل الخير، لديه اجراءات حقيقيه تتوافق مع ما يقوله علنا وسرا، بمعنى ان القضيه الفلسطينيه التي نضعها دائما في أولوياتنا في القضايا القومية العربية هي حاضرة معنا على فترات. كلما تحدث أزمة الشعب المصري هو في مقدمة الصفوف، وبالتالي كان أمام هذا المشهد العظيم اللي احنا بنتابعه، القوافل الطبية متسقة مع أمر آخر، وهو حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حينما أعلن في الأكاديمية العسكرية وحفل تخرج الكليات العسكرية إن إحنا مع القضية الفلسطينية. هذا المشهد هو اللي يعبر عن معنى كلمة إحنا مع القضية الفلسطينية، مع القضية الفلسطينية بالإجراءات. إحنا لا نضع شعارات، لا نضع أمور بروتوكولية، أمور أمام العالم ندين ونشجب، والحاجات اللي الناس دايما دلوقتي يقول لك فين الناس اللي بدين وتشجب، لا، إحنا لدينا إجراءات حقيقية الدولة المصرية تعبر عنها في هذا السياق. لدينا قوافل، هذه القوافل الأولى أظن في حملة مساعدات مستمرة، لأن واضح جدا أن الاعتداء الإسرائيلي سيستمر لبعض الوقت على قطاع غزة بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. هذا الأمر وعمليات المجازر والإبادة اللي بتتم من الاحتلال الإسرائيلي يقابلها إجراءات حقيقية ومنطقية من الشعب المصري. الشعب المصري دايما بيقود المشهد، هذا المشهد اللي احنا بنقود فيه العالم العربي، وبنقول احنا وضعنا مطار العريش الدولي. وخلي بال حضرتك، مطار العريش الدولي ده ليه رمزية كبيرة. مطار العريش الدولي من سنتين ما كناش نقدر نتكلم عنه، لكن لانه كان مستهدف من الجماعات الإرهابية. احنا لدينا مكان آمن لاستقبال المساعدات، انا شايف فيه الطيارات من الأردن، تركيا، بعض الدول الأخرى، كل ده شغال في سياق ان احنا لدينا مكان امن قادر على ان هو يقود عملية الاغاثة. بس احنا منتظرين فكرة الرعاية الاممية، الامم المتحدة لابد ان تتدخل، المنظمات الاممية لابد ان تتدخل، دول الاقليم لابد ان تتدخل بقوة اكبر، لان احنا شايفين مشاهد صعبة للغاية. احنا دلوقتي بقالنا 8 ايام بنتكلم عن قطاع غزة بس، ما بنتكلمش على الجانب الاسرائيلي، بنتكلم عن قطاع غزة اللي وصلنا فيه شهداء اكتر من 2000 وناس مش المستشفيات مش سايعه، ولا الجثث الشهداء ولا المصابين اللي تم اعلان غزه كمان في استهداف لتقطيع غزه، ومع الموضوع اللي هم بيحاولوا يروجوه ان هم الناس تروح ناحيه الجنوب، المشاهد اللي هي شغاله. احنا بنقول احنا في مدينه رفح ومدينه العريش لدينا مساعدات انسانيه، نتلقى مساعدات انسانيه من دول العالم. احنا خدنا الخطوه دي قبل ما حد يتكلم ويقول لنا روحوا ليه طبقوا انسانيتكم. احنا هنا بنطبق الانسانيه بمفهومها الشامل والنظره الكامله، لان في نظره احاديه تتعامل مع الملف الاسرائيلي الفلسطيني، شايفه ان اسرائيل مظلومه ولابسين عليهم الاسود في السي ان ان والفوكس نيوز وكل القناه بتاعتهم، لان دي نظره احاديه بنظام من الاداره الامريكيه ووزير الخارجيه الامريكيه في زيارته الاخيره ومقابلته نتنياهو. احنا كمان مستمرين للنظره الشامله، بتقول ايه؟ ان احنا نريد ان نحافظ على حقوق المدنيين سواء من الجانب الاسرائيلي او الجانب الفلسطيني. احنا هنا بنحافظ على حقوق المدنيين، واحنا الناس المتعرضه والاعداد بتقول كده اهو، ان الناس اللي بتتعرض لعدوان غاشم احنا بنجمع عمليه المساعدات الانسانيه في مطار العريش الدولي اللي يتواجد على ارض مصر وشمال سيناء، عشان انطلاقا من رعايه امميه نسعى لتنفيذها عشان تدخل هذه المساعدات للجانب الفلسطيني. احنا مش محتاجين الفلسطينيين يجوا من
فلسطين على سيناء، احنا مستعدين المساعدات تدخل من سيناء لفلسطين، لكن في هذه الاشاره وهذا الامر الذي الناس المتابعين لازم ياخذوا بالهم ان الجانب الاسرائيلي بيضرب معبر رفح من جهه فلسطين عشان يعوق دخول هذه المساعدات، فانت ما بالك بعمليه نوعيه شغال على مدنيين، مش شغال على فكره حماس بس، هي شغال على كل قطاع غزه وعلى كل الفلسطينيين، بتضرب المدخل الرئيسي للمساعدات من جهه فلسطين مع تصريحات من وزير الدفاع الاسرائيلي وتصريحات من عدد من القيادات بيتكلموا عن اباده جماعيه بتحدث في قطاع غزه. هذا الامر لن تتدخل مصر فيه، وحديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضح والمعلن سرا وعلنا، لو لم يتدخل لكان الامر كمان اصبح اضعاف ما يتم، لكننا واقفين في القضيه الفلسطينيه باجراءات. كمان عندنا حياه كريمه، مؤسسه حياه كريمه والتحالف الوطني العام الاهلي، مؤسسه حياه كريمه هي مؤسسه وطنيه مؤتمنه على التبرعات، وانا دايما بحب اؤكد على هذا المصطلح، مؤتمنه على التبرعات بمعنى خصوصا انا متفائل بكلمه ان انا حابب ان انا اكد على الجزئيه دي وجزئيه حياه كريمه ان هي مؤتمنه على التبرعات دي، لان احنا الحقيقه عايشين فتره تشكيك كبيره بشكل كبير جدا، وخصوصا في الفتره دي يا استاذ زكي، فتره التشكيك بتشكك في اي حاجه احنا عايشينها دلوقتي حياه كريمه بيتم تشكيك فيها، اي حاجه دلوقتي احنا عايشينها حوالينا دلوقتي بيتم التشكيك فيها، دلوقتي بقت هي بتحاول ضرب دايما في الاسس وفي اي حاجه احنا عايشينها دايما يضربوا من جزئيه التشكيك، فلازم نرد على النقطه دي. عظيم جدا ان انت حضرتك ذكرت هذه الاشاره. ما يحدث من قوافل طبيه هي معلومات وارقام واضحه على الارض بالزبط. القوافل ممتده من القاهره الى شمال سيناء هي موجوده، ايضا مؤسسه حياه كريمه حينما اعلنت الارقام الواضحه للتبرعات، وبعد كده التحالف الوطني بدا حمل التبرعات بالدم اللي احنا شفناها امبارح، يوم كان عظيم ومشهد عظيم بيدل على ان المصريين موجودين، كل دي ارقام ومعلومات واضحه وحقيقيه. احنا لما بنتبرع بجنيه دلوقتي رايح لمؤسسه حياه كريمه فيما يخص الفلسطينيين، يبقى احنا ضامنين ان الجنيه ده هيروح للفلسطينيين رقم واحد. موضوع التبرعات بالدم اللي احنا شفناه من التحالف الوطني العام الاهلي كان برضه ضامنين ان هذه المساعدات ستصل بطريقه سليمه ومنضبطه ومؤتمنه. القوافل دي اللي هي بتستعد ان يتصل مطار العريش الدولي ستصل للفلسطينيين حينما تكون او تتوفر الرعايه الامميه، لان دي حاجه دوليه. احنا في اي صراع في الدنيا لابد ان يكون هناك ممر انساني، لابد ان يكون هناك تواجد انساني، تواجد صحي، وبالتالي احنا الدوله المصريه حتى اكبر من فكره الحدود، لان احنا القضيه الفلسطينيه معنيين بيها، وحديث سياده الرئيس كان بيتكلم يتحدث في هذا السياق ان ما فيش سلام روتيني كده او السلام في امبريلا مظله بدون اجراءات حقيقيه. الاجراءات الحقيقيه بتقول ان لابد ان تحدث عمليه هدنه، لابد ان تحدث تهدئه في الاوضاع، لابد ان يسمح بدخول المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، لابد ان يستوعب الفلسطينيين ان معركتهم على ارض فلسطين، معركتهم في مواجهه الشمال، في مواجهه القوات الاحتلال الاسرائيلي، معركتهم مش ان هم يدوروا على ارض ثانيه او مكان ثاني، وبالتالي احنا لو عرفنا نبني هذه المنظومه ونصنع عمليه الوعي الحقيقي المنضبط في الشارع العربي ولدى الفلسطينيين، يبقى احنا هنا كده بنؤمن بالقضيه الفلسطينيه، بندعمها بشكل حقيقي. احنا هنا مش بنتكلم في تلفزيونات ولا صحافه، لا احنا بنتكلم فعلا على الارض، زعيمين على الارض، ناس بتموت في ناحيه وناس بتقدم لهم المساعدات من ناحيه. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليومين اللي فاتوا تلقى اكثر من 30 اتصال هاتفي من كبار زعماء ورؤساء دول العالم، واحنا مستمرين في هذا الاطار عشان نقول ان احنا لابد ان تحدث تهدئه، لابد ان تحدث موائمه، لابد ان يكون هناك تراجع من جانب الاحتلال الاسرائيلي لما يفعله من جرائم. انا وفق القراءه الشخصيه والتحليل كمان الضربات شكلها صعب للغايه، لان هم بيضربوا في مناطق كثيفه السكان عشان يجبروا السكان نفسهم ان هم على ناحيه الجنوب، بس منشورات مع فكره صناعه الهاله ان هم ناس مسيطرين وناس كبار كده، كل ده بيخلي الناس تروح ناحيه الجنوب في مدينه رفح. وعايز بس المصريين برضو ياخدوا بالهم ان مدينه رفح في مدينه رفح في فلسطين ومدينه رفح في شمال سيناء، عشان بس يركزوا في الامور دي، هم بيدفعوا ناحيه الجنوب، لكن احنا بقى رايحين بمساعدات انسانيه، قوافل طبيه، مساعدات غذائيه، اطنان من المساعدات من شعوب عربيه جت مطار العريش الدولي، وملابس وبطاطين وادويه كل الحاجات اللي هم عايزينها موجوده في مطار العريش الدولي. احنا بنطالب طبعا من المجتمع الدولي، من الدول الاقليميه، من الدول العالميه ان تضغط. احنا حين ندعم او نساعد المدنيين، نساعد الناس المتضرره. خليني اخد بقى من جزئيه حضرتك دي واتكلم عن الدول العالميه والدول الخارجيه والدول اللي بتدعم اسرائيل. احنا شايفين دعم لا متناهي لدوله الاحتلال بشكل كبير في هذه الازمه. شايف ازاي رؤيتك لدعم الدول الخارجيه، الدول الكبرى والدول العظمى زي ما بنسميها، لدوله الاحتلال في هذه الازمه، دعمهم بشكل كبير لهذه الدوله في هذا الوقت؟ انا شايف ان هو نظام عالمي يرغب في
النظر الى اسرائيل باعتبارها جزء منه وينظر لها نظره احاديه تماما. خطاب الرئيس الامريكي بايدن الخطابين او الثلاثه بيدل على انه هو مسؤول في الحكومه الاسرائيليه لا رئيس لدوله الولايات المتحده الامريكيه. حديث وزياره بلينكن ولقاءه بنتنياهو والحديث حوالين انه جاي يهودي مش جاي وزير الخارجيه دي نظره احاديه. وكمان في كذب في القصه بمعنى يقول لك ان في عمليه اغتصاب لسيدات واطفال وكذا. طب فين الفيديوهات؟ فين الصور اللي بتقول الكلام ده؟ مش يمكن دي الصوره يا زكي اللي وصل لهم؟ يعني هي يمكن الاحتلال لما وصل الصوره وصل الصوره اللي هي بتاعه ان احنا بنتعرض للهجوم، احنا اللي تعرضنا لينا المدنيين هم اللي تعرضوا للهجوم في البدايه، احنا اللي كنا المظلومين، هي دي الصوره اللي وصلتهم في الاول. الناس لازم تدرك حاجه مهمه جدا، الناس اللي بتاخدوا قرار في الولايات المتحده الامريكيه في فرنسا في المانيا مش بياخدوا امورهم من التلفزيونات، مش بياخدوا امورهم من السي ان ان، ولا بياخدوا امورهم من القناه 12 الاسرائيليه ولا 13 14، هم بياخدوا تقاريرهم من الناس مندوبيهم في هذه الدول والسفارات والناس اللي عندهم مركز ابحاث، فهم عندهم المعلومه واضحه وحقيقيه، لديهم رقم الشهداء اللي وقعوا في الجانب الفلسطيني، ولديهم المشاهد مصوره فيديوهات، ولديهم الناحيه الثانيه في ناحيه الاحتلال الاسرائيلي، فهم هنا بيحكموا على تقارير موجوده عندهم، لكن هو حكمهم ايه؟ حكمهم احاد، هم عايزين يكملوا لان دي عمليه انقاذ لنتنياهو في اسياق، وعمليه انقاذ للنظام الامريكي المتورط في اوكرانيا ومش عارف يحل فيها في سياق اخر، فهي المنظومه بتتكمل. بس يمكن على عكس الكلام ده شفنا الويد اوستن امبارح بيقول ان احنا على قد ما احنا هنقدر ان احنا ندعم اسرائيل زي ما بندعم اوكرانيا في مواجهتها ضد روسيا، احنا قادرين ان احنا ندعم اسرائيل في مواجهتها. تكون النتائج يعني اللي عملوها في اوكرانيا تتحقق لاسرائيل، فساعتها اظن معدلات النجاح مش هتكون في صفهم ابدا، لان الامور وسياقها اللي بيحصل ده هي عمليه ممتده، وهم لديهم حاجه نقطه ضعف رئيسيه مش واخدين بالهم منها اللي هي نقطه الاسرى. الاسرى دي لابد ان يراعوا ان لديهم اسرى في صفوف مع حركه حماس، وهم لو راعوا هذه الناس هيرجعوا خطوه للوراء. هم لحد دلوقتي حاطين ايدهم على ودنهم مش عايزين يسمعوا اي كلام عن المفاوضات عن المباحثات، لان هم لابد ان يرجعوا. كمان عمليه الاجتياح البري اللي هم بيخططوا ليها ربما تحرك اطراف اقليميه اخرى، وده يكون ضغط عليهم وعلى امورهم وعلى عسكريتهم حتى، لان ساعتها الارقام هتبقى صعبه عليهم. لكن احنا برضو في الاول والاخر احنا بندعم عمليه الهدوء وعمليه السلام، بندعم عمليه ان انت تراجع وان انت ما تستهدفش مدنيين او مباني سكنيه او صحيه او طبيه، لان الناس دي قدام العالم اهو بتوعى وتسقط. مستشفى الشفاء بتقول ان الوقود هيخلص منها، ما فيش خدمات طبيه، اعلنوا انها مدينه منكوبه بالفعل. كمان داخلين يستهدفوا تقطيع قطاع غزه لحتت او اجزاء، وبالتالي النظره دي مع التحرك البري. هم لو نتذكر ان شارون ساب غزه في 2005 لانه ما كانش قادر يعمل القصه دي، فتخيل حضرتك مع قطاع متروك بقاله اكتر من 15 و16 سنه بما لديه من قدرات، والصواريخ اللي بتضرب دي من تصنيع ذاتي من حركه حماس. عايزين يعني هم يبصوا لفكره القدرات دي، قدرات قصاد قدرات، وعمليه بريه دايما بيكون الخاسر فيها هو الجانب النظامي. وبالتالي امام هذه النظره اظن ان هم محتاجين يراجعوا، لكنها معركه سياسيه على دماء الفلسطينيين في المقام الاول. خليني ارجع تاني بقى للمشهد اللي احنا شايفينه قدامنا ده الحقيقه، وهو المشهد المبهج اللي هو حديث النهارده حديث اليوم، مشهد القوافل الشامله للتحالف الوطني اللي عمل الاهلي التنموي، وحياه كريمه يعني زي ما احنا شايفين يا زكي 106 قاطره. انا برضو تاني عايز اتكلم منتهى السرعه، اول ما اتندى على المصريين يا مصريين اتحركوا يا مصريين، ومن غير تقريبا ما يتندى علينا يا زكي اتحركنا، اول ما حسينا بمعاناه الشعب الفلسطيني الشقيق اتحركنا بمساعدات انسانيه بادويه ببطاطين بملابس باطنان من المواد الغذائيه واللحوم. حاجه مشهد مبهج الحقيقه. انا عايزك تاني تعلق لي على المشهد المبهج اللي دعم اشقائنا في فلسطين. هذا هو المعادل البصري لكلمة جمهورية مصر العربية. نحن نفعل إجراءات تتواكب وتتوافق مع كلمة جمهورية مصر العربية. نعمل نفعل إجراءات تتوافق مع قيمة الشعب المصري الحقيقية. الإسرائيليين ومن وراهم ظنوا في يوم من الأيام إن الشباب اللي موجودين دول خلاص اهتموا بالسوشيال ميديا وبالتيك توك وبكل الحاجات دي، وافتكروا إن القضية الفلسطينية ماتت. كل الإجراءات اللي موجودة دلوقتي تؤكد على إن القضية الفلسطينية تعيش في وجدان الشعب المصري. لدينا إجراءات، لدينا الإمكانيات المتاحة،
اللي بنسعى من خلالها ان احنا نصل للفلسطينيين. طب معلش معلش انا اسف دلوقتي في عاجل دلوقتي وصلنا دلوقتي، وهو ان انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي قال اننا بنشدد على ضروره ضمان سلامه المدنيين وفتح ممرات امنه لوصول المساعدات. ده في تصريح عاجل من وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن. تاني بنعيد على حضراتكم ان انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي اعلن دلوقتي وصرح وقال نشدد على ضروره ضمان سلامه المدنيين وفتح ممرات امنه لوصول المساعدات. يمكن ده كان بيان انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي حاليا. وده هل ده بيتزامن مع ارسال المساعدات المصريه دلوقتي اللي واقفه على الحدود مع الجانب الفلسطيني يا زكي؟ مع يعني اشاره عرضيه كده افلح طبعا التصريح ده يا زكي نقلا عن سكاي نيوز. طيب اولا يعني افلح ان صدق ده في المقام الاول. ثانيا كل التصريحات الامريكيه بدايه من الرئيس الامريكي وبلينكن نفسه خلال تواجده في فلسطين تسير عكس هذا الاتجاه. لكننا احنا بنقول للعالم كله وعلى لسان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى لسان الخارجيه المصريه، لدينا مطار العريش الدولي هو المكان الذي يمكن تلقي فيه المساعدات. نحتاج لموافقة أممية ورعاية أممية لدخول هذه المساعدات. نحتاج لتوقف الجانب الإسرائيلي عن استهداف معبر رفح جهة الفلسطينيين. نحتاج للتراجع عن فكرة نزوح الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب واللي تأتي مع فكرة المنشورات اللي هم بيوزعوها. نحتاج ان هم نفسهم هم اللي يراعوا المدنيين الاحتلال الاسرائيلي، لان استهداف الطيارات والمدفعيه وكل الامور اللي بتتم دي بتقول ان هم بيستهدفوا المدنيين. الارقام اللي احنا بنشوفها وجثث الشهداء اللي احنا بنشوفهم بيقولوا ان الاداره الامريكيه وتحرك الجانب الاسرائيلي يعتمد على دعم كبير من الاداره الامريكيه. نذكر العالم ونذكر المصريين أن الرئيس بايدن هو الذي طلب من نتنياهو أن يكون رده حاسم في مواجهة ما حدث، لا العكس. وده أمر يعني كل يقدر يراجعه فيها المؤتمر الصحفي. كل التصريحات بتقول ان هم لديهم نيه مبيته لاستخدام سياسي على حساب دماء الفلسطينيين. لكن تبقى القضيه القوميه الفلسطينيه تحتاج لتضافر اقليمي وتضافر عربي. مصر قدمت ما لديها وما زالت تقدم ما لديها وستستمر في تقديم ما لديها باقصى ما لديها، وتحتاج لرعايه امميه ورعايه او متابعه من دول الاقليم للدفع في هذا الاتجاه. احنا بنقول احنا رايحين نمد ايدينا بالسلام، رايحين نودي مساعدات، نتلقى مساعدات عشان نوصلها. كل جنيه الناس بتتبرع بيه هيروح للفلسطينيين، هيساعد في تقوية المستشفيات والنظام الصحي لمواجهة ما يتم. اظن ان احنا العمليه مستمره وتحتاج العمليه مستمره من الجانب المصري، لان العمليه على الارض هتفضل مستمره. وبالتالي نحتاج لدفعه اكبر من المنظمات الامميه ودول الاقليم معانا عشان نقدر يعني نقدر نساعد الفلسطينيين. استاذ زكي القاضي مدير تحرير اليوم السابع، انا بشكرك شكرا جزيلا على تحريرك. شكرا استاذ زكي. يعني ده كان تحليلنا المشهد الجميل اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم دلوقتي، وهو مشهد تحرك القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وحياة كريمة زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشة، يعني 160 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، آلاف من الأطنان من المواد الغذائية واللحوم، 40 ألف بطانية، يعني بجانب 50 ألف قطعة ملابس، وأكثر من 300 علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية. ده طبعا لدعم الإشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف الغاشم اللي بيشن قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. طيب الحقيقة أن الجهود دي بتأتي بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم لأكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار قطرة الدماء تساوي حياة بكافة محافظات الجمهورية، واللي شفنا امبارح اصطفاف طوابير المئات من المصريين لدعم سكان قطاع غزة اللي بيتعرضوا للعدوان الإسرائيلي الغاشم. خليني برضو أخد مزيد من التعقيب على هذه القوافل. بينضم لنا هاتفيا الأستاذ أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد، يعني مشهد الحقيقة مبهج، حاجة تفرح الحقيقة، منظر جميل، عدد مهول من القاطرات بيتحرك لمساعدة أهلنا في قطاع غزة إثر العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أنا عايزك تعلق لي على سرعة هذا التحرك من الجانب المصري، إزاي اتكتفتوا في هذا التوقيت السريع وتحركتوا لدعم أشقائنا في فلسطين؟ الحقيقة أنا يعني عايز أنتهز الفرصة والجزء اللي أنا بتكلم فيه، إن فعلا الشعب المصري أول ما عرف إن في مجرد في توجه
سواء من الدولة أو من مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة بتكلم على الحاجة اللي أنا فخور بها جدا إن إحنا كمؤسسة جزء من التحالف الوطني، تحرك سريع جدا يمكن في أقل من 48 ساعة. كان في تبرعات كتيرة جدا جدا على المساعدة. بقينا إن إحنا بنجمع يعني بقينا بنشتغل بطريقتين. إحنا دايما بيبقى التبرع بيجي وبعد كده بنبدأ تنفيذ. إحنا بنتكلم إن إحنا بقينا بنشتغل على التوازي، يمكن كمان التنفيذ يبقى أسبق كمان من التبرع لأن إحنا واثقين في الشعب المصري اللي ما خذلناش. بالظبط. والحقيقة بدأنا إن إحنا نجمع بطريقة كبيرة جدا وننفذ بسرعة جدا. بنجمع بقى كل المواد الغذائية اللي هي تناسب الظرف اللي إحنا موجودين فيه. وبدأنا إن إحنا يعني أنا عايز أقول لك أنا حاليا موجود بجانب التريلات على طريق الإسماعيلية الصحراوي. أنا تقريبا مشيت بالعربية ما يقترب من 3 كيلو أو 4 كيلو لاستفافة التريلات اللي موجود والمتطوعين اللي موجودين. حاجة يعني تدعو للفخر وحاجة عظيمة جدا. وإن شاء الله ربنا يسهل وتوصل بسلام لأهل غزة بإذن الله. إن شاء الله. يعني برضو شايف أن دعم السيد الرئيس وسرعة توجيهه بدعم أشقائنا في فلسطين برضو كان برضو سبب أيضا في التحرك السريع لهذه المساعدات في هذا التوقيت بالتأكيد. أكيد إحنا بنسمي نفسنا في الفترة دي محظوظين جدا. إحنا سنة 2022 كان عام المجتمع المدني، 2023 و2022 بقى موجود التحالف الوطني اللي هو تحت رعاية مباشرة للسيد الرئيس وبيديله كل الدعم. يعني في كل المراحل اللي إحنا كنا موجودين فيها، مرحلة كنا بنعمل لو حضرتك تفتكر كتف في كتف لما كنا في منتدى القاهرة مع المتطوعين والدعم اللي هو قدمه، وجه ان احنا حرك القافلة ديت ويبدأ يلا يا جماعة واحنا ان شاء الله في ظهركم. واحنا بالفعل اتحركنا بسرعة جدا بحقيقة، دعم كبير جدا جدا منه. ويعني واحنا ان شاء الله نحاول بقدر الامكان ما نخذلوش اللي احنا بنعمله ده. ان شاء الله انتوا دوركم خلاص ما بقاش بس مجرد دور داخل مصر، لكن خلاص بقيتوا بتتحركوا بره الحدود كمان، وده اللي يمكن شايفينه الفتره الحاليه. ان شاء الله يعني بننتظر منكم بالتاكيد المزيد، ده بيضع حمل عليكم الفتره المقبله واكيد انتوا قدوا. والله هو في حمل، هو في الاخر هو شعب لشعب. احنا مجرد وسيط، وسيط امن وطني بيوصل حاجه من حد لحد. ان شاء الله ان شاء الله نكمل على خير ونعمل حاجه عظيمه باذن الله. باذن الله انا متفائل جدا بمجهوداتكم، والحقيقه ربنا يعينكم الفتره القادمه وتقدروا تعملوا احسن من كده من الحاجات الممتازه اللي احنا شايفينها على الارض بتحصل. استاذ احمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسه صناع الحياه وعضو التحالف الوطني لعمل الاهلي التنموي، انا بشكرك شكرا جزيلا. ان شاء الله يا فندم. شكرا شكرا. خليني أقول لحضراتكم أيضا أن كل هذه التحركات على الأرض تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. هو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد والعديد من الضحايا والمصابين. في السياق ذاته أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة وما يهدد السلم الدولي، هو أيضا ما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان. وأعرب التحالف الوطني العام الأهلي عن تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد والمزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تتحسن الأوضاع. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشة، ده شكل القوافل اللي تحركت منذ قليل في اتجاه معبر رفح للوصول لأشقائنا في دولة فلسطين.
مشهد يعني اكتر من رائع الحقيقه. الواحد عايز يفضل مشغله على مدار اليوم ويعرضه علشان يشوف قد ايه الشعب المصري شعب عظيم، قد ايه بيكون وقت المحنه شعب بيقول انا موجود، قد ايه انا بتحرك، انا بساعد بالفعل، انا موجود على الارض، انا مش بتاع كلامه بس، لا انا فعلا بقدم، انا فعلا بساعد، انا موجود من اجل اشقائنا في اي مكان في العالم. انا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، وانتظرونا دوما في المزيد، والى اللقاء.